السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كبير. حياك الله خويا. الله يحفظك ليا وكلشي بخير. بارك الله فيك مولاي. شحال حنا كنتواصلوا بك الوالدة والوالد كلشي باغي يهضر معك خصوص الوالدة بزاف. واش قدها ليا معاها. الله يحفظها ويرعاها يا رب. والوالد حتى هو. يا كريم يا كريم. قدها ليا مع خوتي كاملين. يا رحمن يا رحيم. ودكتور بغيت النمرة ديالك إذا كان ممكن. بكل فرح خويا عبد اللطيف. بكل فرح. الله يجازيك بخير بغيت تدعي للوالدين. يا رب. تدعي لنا حنا باش يسهل لنا الله تعالى. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم شكرا لك اخويا عبد اللطيف. انا غندوزك الستوندال ان شاء الله ونعطيك الرقم. شكرا لك اخويا عبد اللطيف وانت مرضي الوالدين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وسعدات مرضي الوالدين اللي بغى النجاه واللي بغى التحصين الحصين واللي بغى الفوز المبين واللي بغى يكون دائما كلمته مسموعه ورايته مرفوعه وجيب عمرو ما يخوى. ما هي الوصفه السحريه؟ هي بر الوالدين والاحسان اليهما. راه اللي شاف راسه بانه مهرس وشاف راسه بان الابواب مغلوقه وشاف بانه مكبل ومقيد اليدين والقدمين يعلم بانه فرط في والديه. اول حاجه غادي يقولها بعض الناس كتبان لي الوضعيه متازمه كيقول لك الحكومه كيقول لك البلد التدبير الحكومي الازمه الاقتصاديه اللوبيات حكومه الظل وكيقول كلام كبير ضخم. ولكن هو راه ما خرج من الدار حتى سب امه وحتى استهتر بابيه. كيف تريد من هذا ان الله تعالى يعطيه الرزق؟ كيف تريد من هذا أن الله تعالى يعطيه الخير ويفتح له أبواب عطائه؟ لا يمكن. اللي بغى الرزق شي واخا تكون في بلد فقير معدم واخا تكون في بلد عنده مديونية خارجية حتى النخاع واخا تكون في بلد ما كاينش الوظائف وما كاينش المبادرات الحسنة ورغم هذا كله إلا كنتي مرضي الوالدين والله وبالله وتالله لن ينساك. هذه قاعدة مقررة في الشريعة والعقيدة والإيمان أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحياء. الله تعالى حي كريم يستحيي. وممن يستحيي الله تعالى؟ أولا يستحيي من كل من كان بارا بوالديه وكل من كان يرعاهما أحسن رعاية وكل من كان يخضع بين أيديهما ويقبل رأسهما ويقبل أيديهما ويزيد يقبل حتى قدميهما. ألم يرد في الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الجنة هذه الفردوس الموعود قريب إنه تحت أقدام الأمهات. فاللي بغى النجاح واللي بغى الفلاح واللي بغى الرزق وعمره ما يتكلم عن الأزمة لبغيتي تكون عندك حماية كاملة وتحصين حصين وتكون دائما عندك مفتاح الربح من يديك تهلا في الوالدين. إذا كانوا حيين كان تهلا في الوالدين كانوا حيين. وطبعا تهلا في الوالدين حيين وميتين. كان اللي عنده الله يسترنا ويستركم توفوا الوالدين مشاو رحمة الله تعالى حتى هما محتاجين منك البر والإحسان لقول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني بعد موتهما تبرهما بالدعاء وبالصدقة. فلا بد أننا لا ينبغي أن ننسى الوالدين لا أحياء ولا أموات. ومن مقتضى بر الوالدين الإحسان إلى الإخوة والأخوات اللي هي صلة الرحم. يعني أن هناك الجار والمجرور. ليس أنك تحسن لأمك وأبيك وتقطع الصلة مع أخيك وأختك. أي نعم قد يقع الغيار بالأخ أخته أو الأخ أخوه أو الأخت أختها هذا ممكن وارد وكثير في المجتمع. لكن اللي هو بار بوالديه كيكون علاقته مع الإخوة ديالو العلاقة ديال يتجاوز أنه ما يبقاش يحكر أنه لقى خطأ كيقول ما شفتوش
ولو وقع شي نزاع كنساه بسرعة، ودائما أمد يدي إلى صفحة بيضاء، ودائما أجمع شمل الإخوة والأخوات. هذا من مقتضيات بر الوالدين. وديروا أيها الأحباب هذه الوصفين وردوا علي الخبر، الله يجازيكم بخير. إلا ديروا غير تطبيق، ديروا غير تجربة وتشوفوا واش غادي يوقع لكم. هذا كلام أقوله لكم والله، ليس ديماغوجية ولا كتاب نظري، كلام نظري من كتب أو مجلات أو من مواقع إلكترونية. هذا كلام واقعي نعيشه على أرض الواقع. أناس كانت عندهم ظروف قليلة على قد الحال، بفضل بر الوالدين يقبل الراس ويقبل للدين، ولكنوا ميتين ديما كيترحم عليهم بالدعوات والصدقات، والله فاض الرزق وفاض الخير وفتحت الأبواب على مصراعيها. حتى يقول يا ربي إنني لا أستطيع أن أشكر هذه النعم التي أنعمت بها علي، وربك يقول الله هذا لا تشكر، شكرك أنك قمت ببر الوالدين. والعكس صحيح، كم من واحد قرى مزيان وصل الماستر وصل الدكتوراه، جمع دبلومات كتير وخدم عمل كبير جدا، ولكن لأنه ليس برا بوالديه يسلط الله عليه الله عقاب. الله تعالى كما أنه غفور رحيم، الله تعالى أيضا اسمه شديد العقاب. يقدر ربي يعطي عقاب من شي حاجة بسيطة، يسلط عليه زوجة تعذبه عذابا مرا. علاش؟ لأنه لم يكن برا بوالديه، أو أنه كيكون في العمل ديالو يسلط عليه كبير، الباترون ديالو يعذبه عذاب كليم كبير، أو يسلط عليه الشوش أو فام دو ميناج عنده تعذبه دير لي شي مكائد حتى أنه يكره الحياة. فالسر ديال النجاح والسر ديال الفلاح رضا الوالدين، واللي عنده والديه يحمد ربي ويشكره، راه عنده المظلة، وإذا كانوا ماتوا ما ينساهم بالدعاء. فأخي سعد لطيف، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في والديك، الله يطول العمر ديالهم ويجعل أوقاتهم بالذكر معمورة، والله يبارك لك في الإخوة والأخوات والعائلة والأحباب، والله يسهل عليكم، يجعل كل عسير سهل يسير يا رب. كل من قال أمين ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا ربي يا كريم.